مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي. النهاردة هنتعرف على الوحدة الأولى الكسور، هناخد فيها أول درس النهاردة الدرس الأول التقريب لأقرب جزء من 100 والأقرب جزء من 1000. في رابعة ابتدائي احنا تطرقنا قبل كده للدرس ده وأخدنا فيه التقريب. طيب قبل ما نتكلم عن التقريب تاني علشان نفتكر، احنا كنا لازم نتعرف على القيمة المكانية للعدد. قيمة مكانية للعدد يعني بيته، مكان اللي محطوط فيه العدد. يبقى انا عندي كان الاول حاجة كنت بتعلمها الاحاد والعشرات والمئات. الاحاد بتاعي انا كسرته واخدت جزء منه هحط علامة عشرية، يبقى الارقام اللي هتيجي بعد العلامة العشرية كلها اجزاء. يعني طبعا انا مبقاش عندي احاد، خلاص الاحاد اتكسر، يبقى انا هبدأ اخد ايه؟ جزء من. اول خانة عندي اسمها جزء من 10، تاني خانة اسمها جزء من 100، تالت خانة اسمها جزء من 1000. يبقى انا النهاردة اتعلمت وافتكرت تاني ان الخانات بتاعت الاحاد والعشرات والمئات، وهيفصل بينهم وبين الاجزاء علامة عشرية، والجهة التانية عندي جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. تعالى نفتكر مع بعض، كان في عندي الارقام كنت بقسمها ارقام بخيلة وارقام كريمة. ارقام هتزود الخانة بتاعتي في التقريب لما اجي اقربها بواحد، وارقام مش هتديني حاجة وهتخلي الخانة بتاعتي تفضل زي ما هي. يبقى ايه هي الارقام البخيلة اللي هتفضل الخانة بتاعتي فيها زي ما هي؟ عندي الصفر والواحد والاتنين والتلاتة والاربعة، والارقام الكريمة الخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة. التقريب لأقرب جزء من 100 أو لأقرب رقمين عشريين، أو لو كتبها لي بالصورة دي علامة عشرية وصفر واحد من 100، يبقى ده الشكل اللي ممكن يجيب لك عليه الأسئلة. تعالى نبدأ نتعرف مع بعض يعني إيه التقريب لأقرب جزء من 100. لما باجي أقرب لأقرب جزء من 100 بقف عند الخانة اللي أنا محتاجة. يعني مثلا انا دلوقتي بقول لي اقرب الاجزاء دي لاقرب جزء من 100، الجزء من 100 الخانة رقم 2، بقف عندها وبحط خط تحت الخانة اللي مطلوب ان انا اقربها اللي هي جزء من 100. يعني في العدد اللي مكتوب قدامي نوت مثلا اللي هو 139 و756 من 1000، اول حاجة ببدأ اقف عندها الخانة اللي هو طالب مني التقريب فيها اللي هي جزء من 100، بعمل خط تحتيها وابص على الرقم اللي قبلها، هل الرقم اللي قبلها ده كريم ام بخيل؟ انا عرفت ان الستة يا ميس كانت رقم ايه؟ كريم، يبقى هيزود الخانة اللي انا عايز اقربها واحد، يبقى الخمسة دي هتصبح ستة، يبقى هشيلها وهكتب مكانها ستة، يبقى هنا هوت عندي هيبقى 139 و76 من 100. طب تعالى نخد بعديها نفس الكلام، هقف عند الخانة رقم 2 اللي هي التسعة دي، هقرا الرقم الاول عشان اتعلم قراية الرقم، هقول 898. لما هاجي من 1000، لما هاجي اقف عند التقريب بتاعي هقف عند خانة التسعة واقول ده الجزء من 100، ابص على اللي قبليها كريمة ولا بخيلة؟ كريمة، يبقى التسعة دي هتصبح 10. طب الخانة ما بتشيلش اكتر من رقم، اكتب الصفر وابدأ ازود على الرقم اللي قبليه واحد، يبقى انا هيبقى عندي 90 من 100. طيب هو سؤال زي ما واضح قدامك هنا، هو عندي 4544 على 100. قبل اي حاجة لازم اكتبه في صورة عشرية علشان اعرف اقربه. يبقى انا هعمل ايه؟ بتنزل الرقم اللي في البسط كله زي ما هو، وبتعد عدد الاصفار اللي في المقام وبتحط عليها العلامات. يبقى انا عندي هو الاصفار هيبقى عندي كام؟ صفر واحد اتنين تلاتة، يبقى العلامة العشرية هتصبح بعد تلات ارقام. بعد ما هنكتب الرقم كله بتاع الأحاد زي ما هو، هتحط العلامة العشرية بعد ثلاث أرقام، واحد اتنين تلاتة، ببدأ أعد من عند اليمين اهو، واحد اتنين تلاتة، يبقى ايه العلامة العشرية هتبقى بين الخمسة والأربعة. طب لما أجي أقرأ ازاي؟ هقرأ 4544 من 1000. طيب تعالى هنا اهوت، لما نيجي أقرب أنت عايز جزء من 100، يبقى هقف عند خانة الجزء من 100 اللي هي الخانة اللي هي بعد رقمين من العلامة العشرية، يبقى دي رقم 2، العلامة العشرية هي الفيصل بتاعي، بقف عند العلامة العشرية وبعد رقمين، يبقى ده جزء من 100، بحط خط تحتيه وبص على الرقم اللي قبليه كريم ولا بخيل؟ لا ده بخيل مش هيزودني حاجة، يبقى هتفضل الأربعة زي ما هي والخمسة وعلامة أربعة صحيح. التقريب لأقرب جزء من 1000،
نفس الكلام، ادي الطريقة اللي ممكن يجيبها لك، بدل ما يكتب لك جزء من 1000 يجيبها لك في الصورة العشرية بالطريقة دي. يبقى انا عايزة اتعرف على الصور بتاعتها اللي ممكن تيجي في الامتحان. ادي عندي القاعدة بتاعتي، عند التقريب لأقرب جزء من 1000 برضو بنتجه للخانة الجزء من 1000، زي ما قلت الخانة اللي بتطلب مني التقريب بتاعها هو اللي ايه هحط تحتيها خط، ببص على الرقم اللي قبليه بخيل ام كريم وببدأ ان انا ايه اقرب معايا. تعالى ندي مثال على اللي انا بقوله، قرب كلا مما ياتي لأقرب 3 ارقام عشرية او لأقرب جزء من 1000، الاتنين واحد. هقف هنا اهوت، انا العلامة بتاعتي اهي، هعد 3 ارقام من بعد العلامة، جزء من 100، جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. يبقى هنا التلاتة هي الجزء من 1000. ابص على الرقم اللي قبليها، كريم ولا بخيل؟ الستة كريمة، اذا اصبحت التلاتة دي كام؟ 4. وهينزل كل اللي ورايا زي ما هو. تعالى الرقم اللي بعديه نفس الكلام، انا عايز جزء من 1000، ادي جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000، يبقى الخمسة جزء من 1000. ابص على اللي قبليها، كريمة ولا بخيلة؟ التلاتة بخيلة، مش هتزودني، هينزل الرقم زي ما هو، مش هيزودني الرقم حاجة. يبقى انا من دلوقتي عندي نوت في الارقام في التقريب، مفيش اي خانة بتتغير غير الخانة اللي مطلوب منك فيها التقريب بتاعها بس. لو كان الرقم اللي قبليها كريم يبقى هيزودني، لو الرقم بخيل مش هتزودني حاجة. تعالى هنا هوت نفس الكلام، انا عندي البسط هنا وعندي مقام، عندي هنا 1245 على، وشد شرطة الكسر هوت، على كام؟ 10000. طيب يبقى انا قلت اول حاجة هعمل ايه، حط البسط زي ما هو، نزله زي ما هو، وحط العلامة العشرية على قد عدد الاصفار. ادي الاصفار 1 2 3 4، عد من اول اليمين 1 2 3 4 وحط العلامة العشرية. طيب انت دلوقتي عايز تقرب لاقرب 3 ارقام عشرية او لاقرب جزء من 1000، يبقى انا هقف هنا هوت، جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000، يبقى عند 4. وبص على اللي قبليها، كريمة ولا بخيلة؟ طبعا الخمسة كريمة، يبقى هتزودني 1، يبقى 4 دي هتصبح 5، وكل اللي ورايا بينزل زي ما هو، مفيش تغيير. تعالى ناخد تدريبات على التقريب، اوجد ناتج كل مما يلي ثم قرب الناتج. يبقى انا عندي نهوت، ركز معايا، انا عندي نهوت جمع اهو بين علامات عشية، وده خدناها في سنة رابعة ابتدائي، واتفقنا ان انا لازم اساوي الاجزاء بتاعتي، الاجزاء اللي هي بعد العلامة العشرية. طب انا عندي هنا جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000، هنا جزء من 10 وجزء من 100، الاجزاء بتاعتي مش متساوية. في الحالة دي لازم تحط صفر جهة اليمين علشان تعرف تحل العدد بتاعك. احط صفر هنا وابدأ الجمع بتاعي، يبقى احط صفر جهة اليمين هضيفه هنا هوت علشان اساوي الاجزاء بتاعتي عشان ابدأ اجمع عادي. هنجمع المسألة بتاعتنا هتلاقيها طلعت 493 و495 من 1000. طيب مقربة من الناتج لأقرب جزء من 100، يبقى أنا هقف عند 9 اللي هي جزء من 100 وأحط خط وأبص على اللي قبليها، الخمسة هتزود 9 واحد هتبقى 10، ولأن الخانة ما بتشيلش أكتر من رقم هحط الصفر وأزود الواحد على الخانة اللي بعديه، يبقى الناتج اللي عندي هيصبح 493 و500. طيب تعالى على اللي بعديها، هنا هوت عندي المسألة بتاعتي برضو طرح، بس تعالى بص برضو الأجزاء بتاعتي هنا مش متقربة، نفس الكلام. يبقى أنا هعمل إيه؟ لازم أساوي الأجزاء بتاعتي. أنا عندي هنا الأجزاء بتاعتي 1 2 3 4 بعد 4 علامات عشرية، هنا بعد 3 فقط، يبقى لازم أضيف صفر، الصفر اللي هحطه هنا هو ده اللي هيساوي الأجزاء، وهبدأ الطرح عادي، يبقى 9 ناقص 0 هيبقى 9، والتمانية هشيل منها الواحد اتبقى 7، والاتنين هتشيل منها 8 ما ينفعش، يبقى هستلف من اللي بعديها اللي قبليها دي، الأربعة هتبقى دي 12، 12 هتشيل منها 8 هيتبقى عندي 4، وهنا هوت 3 ناقص 0 هيبقى تنزل 3 زي ما هي. العلامة العشرية هتنزل وهبدأ أطرح 7 ناقص 4 3 و3 ناقص 1 2، يبقى أنا كده أنا حليت المسألة بتاعتي. بعد ما بتحل المسألة بتاعتك بتقف عند الخانة المطلوبة منك، هو المطلوب إن أنت تقرب لأقرب جزء من 1000. هقف عند خانة الجزء من 1000 اللي هي 7 وأبص على اللي قبليها، كريمة ولا بخيلة؟ كريمة، يبقى أنا هوت 7 هتزيد 1 تبقى كام؟ تبقى 8، وكل الأرقام اللي بعدية تنزل زي ما هي. تعالى
كمل ما يلي. هنا هو بيقولك لأقرب عدد صحيح، تعالى نفتكر مع بعض العدد الصحيح قلنا ايه، اول رقم بتبص له العلامة ده كانت الاحاد اهو، عشان كده قلت القيمة المكانية مهمة جدا للعدد. يبقى اول رقم اللي هو 9، 9 دي عايزة اقرب لأقرب عدد صحيح. برضو هبص على اللي قبليها، احط خط ناحية 9 تحت 9 وبص على اللي قبليها، اللي قبليها كريمة ولا بخيلة؟ بخيلة، الاتنين مش هتزودني، يبقى هقول لها مع السلامة وتنزل 9 زي ما هي، والرقم الايه اللي بعديها كله زي ما هو. تعالى هنا هو الرقم 45 و129 من 1000. نفس الكلام لأقرب جزء من 10، الجزء من 10 عندي اللي هو الواحد، يبقى أنا هو إيه، هبص على اللي قبليه كريم ولا بخيل؟ طبعا بخيل مش هيديني حاجة، يبقى برضو نفس الكلام الواحد هينزل زي ما هو، وكل اللي وراه بينزل زي ما هو ما بيتغيرش. على المسألة اللي بعديها 39 يوم لأقرب أسبوع. المسألة دي مهمة لأنها بتيجي كتير في الامتحانات. في التقريب بتاعي 39 يوم أنا بقربه لأقرب أسبوع، هل الأسبوع فيه كام يوم؟ فيه 7 أيام. يبقى انا هبدأ اقسم، لان انا رايح من الصغير رايح للكبير، من الصغير للكبير بقسم. يبقى هنا هو هقسم ال 39 على السبعة. طيب فيها ايه هو اقرب رقم لل 39 في جدول السبعة؟ ال 35. طيب انا عندي 5 في 7 ب 35. يبقى طيب يا ميس انا عندي دلوقتي ال 35 هيبقوا ايه، 5 أسابيع، فاضل إيه 4 أيام. ال4 أيام دول كريمة من الأعداد الكريمة لأنهم أكتر من نص الأسبوع، يبقى هتزودني أسبوع كمان، يبقى في التقريب بتاعي هيبقى 6. 354 سنتيمتر لأقرب متر. يبقى أنا هو لما لازم أفكر من السنتي أو الصغير للمتر الكبير، يبقى هقسم على طول. طب المتر فيه كام سنتي؟ فيه 100 سنتي، يبقى في الحالة دي هقسم على 100. يبقى زي ما اتفقت قلت هعمل ايه، هنزل البسط زي ما هو اللي هو 354، واحط العلامة العشرية بعد ايه، على قد عدد الاصفار. عندي هنا 0، يبقى هتحط العلامة العشرية بعد رقمين، 1 2، يبقى العلامة العشرية هتبقى في النص هنا اهو. يبقى انا عندي الناتج بتاعي هيبقى 3.54 من 100. طيب لأقرب متر يعني كأنه بيقولك لأقرب وحدة، هقف عند الآحاد وحط خط وبص على اللي قبليها، الخمسة كريمة ولا بخيلة؟ كريمة، يبقى التلاتة دي هتصبح 4. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك 100 1239 متر، عايز يحوله لأقرب كيلو متر. مين الأكبر، المتر ولا الكيلو متر؟ الكيلو متر. يبقى هقسم على طول من الصغير للكبير بقسم، يبقى هقسم على الألف، بقسم على الألف على طول. العلامة العشرية حطها على قد عدد الأصفار في الاسم، 1 2 3، هي من اليمين 1 2 3، يبقى العلامة العشرية هتصبح من الاتنين والواحد. يبقى أنا عندي هيبقى 1239 من 1000. طيب تعالى بقى أقرب لأقرب كيلو متر، أول ما يقول لك الكلمة يعني كأنه بيقول لك لأقرب وحدة. يبقى أنا هو هقف عند الآحاد وأبص على اللي قبليها كريمة ولا بخيلة، الاتنين بخيلة، يبقى الواحد هيفضل واحد زي ما هو. أتمنى ليكم دوام الصحة والتوفيق.